لماذا انتظر الرب حتى يأتي موسى ليعلن عن عملية الخلق وبداية الخليقة رغم وجود رجال الله قبل ذلك مثل نوح وإبراهيم؟ السؤال مبني على الخلفية اللي بتدرس في معظم الكنائس إنه الكتاب المقدس هو إملاء من الله للأنبياء، وكذلك يفهم أن العهد الجديد هو وحي بمعنى إملاء للتلاميذ أو الرسل الذين كتبوا. تزعلش مني، احنا بنعلم وانت بتسألني عشان نعلم. هذا الكلام غير صحيح طبقا لكلام الكتاب المقدس بعهدي، لأنه الوحي ليس إملاء إطلاقا، ولو كان الوحي إملاء لكان يبقى أسلوب نبوة أشعيا مثل أسلوب نبوة عاموس وهكذا، ولكن الحقيقة غير ذلك تماما، أن أسلوب كل سفر متميز ومختلف عن أسلوب غيره، لأنه الأسلوب بينتمي إلى كاتب السفر. فلما يبقى كاتب السفر فليسوف، غير لما يبقى كاتب السفر راعي غنم وجاني جميز، الأسلوب مختلف. أمال الوحي إيه؟ الوحي في العهد القديم غير الوحي في العهد الجديد، ودي غلطة ثالثة في التعليم، متأسف برضو تاني، أن يقول لك وحي الكتاب المقدس. لا، فيش حاجة اسمها وحي الكتاب المقدس، في وحي العهد القديم وفي وحي العهد الجديد، وهنوضح دلوقتي. وحي العهد القديم هو لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، يبقى نمرة واحد إيه؟ النبوات، بل تكلم أناس الله القديسون. اثنين، مسوقين من الروح القدس. وحي العهد القديم وحي تنطبق على الكلمة النبوية وليس على الأسفار التاريخية. فالكلمة النبوية لا تعني أسفار الأنبياء الكبار والصغار فقط، لا، الكلمة النبوية موجودة في كل الكتاب المقدس. فإذا الوحي هو مسوقين من الروح القدس، والكلام هنا عن الكلمة النبوية. ليه؟ لأن الكتاب المقدس فيه أقوال شياطين، قالت الحية للمرء، في أقوال شياطين، وفي أقوال ناس أشرار زي حكاية شاول الملك والكلام اللي قاله، وتاريخ، في تاريخ يضم أحداثا وتصرفات وأقوالا لناس أشرار وزي ما قلت الشياطين إلى آخره. فما ينفعش إنك تقول على كل ده إنه كلمة الله، لا، هو الكتاب المقدس أو العهد القديم فيه كلمة الله اللي هي الكلمة النبوية اللي موجودة في كل الأسفار. وإحنا دلوقتي وضحنا بقى إن الوحي ليس إملاء، وليس كل الكلام المكتوب بما في ذلك التاريخ وما إليه. المشكلة الثانية بقى، إحنا اتفقنا ما حدش يزعل مني، إن الكلام اللي كانوا بيقولوه لكم في الكنائس ده كلام مش دراسي، متأسف. يعني إيه مش دراسي؟ يعني كلام بسيط ساذج بيعتمد على إنه هم هيقولوا والمتلقي هيقول أمين، ومحدش بيدور ورا حد، لأنه التلقين ده اتقال في مثلا قبل 100 سنة في القرن ال19 تحديدا، يعني اللي كلكم سمعتوه وتعلمتوه واتنقل من واحد لواحد وهكذا. دلوقتي الناس اتعلمت ودرست وراحت جامعات في أوروبا وفي كندا وفي أمريكا ودرسوا ماجستير ودكتوراه في كل حاجة، يعني ابعد عن التخصص بتاع اللي هو الآباء، لا، في ناس عملت دكتورات في العدلة دي و درست العهد القديم على أصوله وانتهوا إلى نتيجة، يعني كل الدارسين عارفينها، بس محدش بيفصح عن الكلام ده للناس عشان يبقى الفكرة اللي توزعت من القرن ال19 مسيطرة على العقول والناس محجوزة جواها، اللي هي إيه؟ اللي هي إنه هذه القصص
الموجودة في العهد القديم موجودة في الملحمات البابلية والأشورية والإغريقية. تاريخ، ده تاريخ البشرية. فليس إن الله اتكلم لموسى وقال له موسى جاب الاكتشاف اللي ما حصلش، لا، كلام معروف ومكتشف وموجودة الوثائق اللي عملت هذه المقارنات وحكت عن الخليقة وحكت عن الطوفان. يعني قصة الطوفان موجودة في العهد القديم وموجودة في القصص البابلية والأشورية وموجودة أيضا في القصص الإغريقية وهكذا. فعفوا اخرجوا بقى من الحصار الساذج اللي اتقال لكم وتوزع في القرن 19. لا ده غير صحيح، ده تاريخ ومعروف ومتداول. ولكن الجديد بقى في الأمر انه موسى النبي كان معه إرسالية بملائكة، وهؤلاء الملائكة كانوا بيساعدوا موسى النبي بنوع من الإلهام اللي هو ايه بقى، مسوقين بالروح القدس، من القيادة بالروح القدس. فالقيادة لا تعني الإملاء، لا، هو بيتكلم بجمع الخلفيات التاريخية وشرحها مسوقا من الروح القدس بطريقته اللي اتقدمت لنا في سفر التكوين. ده كلام يا جماعة مش رأيي ومش داخل في التخصص بتاعي ولا في دراسات، لا بقى دي دراسات العهد القديم. خش على جوجل واكتب الدراسات العهد القديم وشوف واسمع واقرأ، هتلاقوا كل الكلام اللي أنا بقوله متوفر. في ناس شباب مصريين كويسين راحوا ودرسوا وعملوا الدراسات بتاعتهم ونشروها كمان.